يا قلبي خايف عليك بالحب وانت لسه صغار يا بايا يا ناس كتير اهتدوا مع الايدي النابو كانوا كفار. انت اشتغلت مع الشيخ شرف كام سنة تقريبا؟ من اول الثمانينات. من اول الثمانينات حوالي 23 سنة. كنت سواق ومدير اعمال في نفس الوقت، اداره اعمال، اتفاقات حتى الرجاله. بحكم ان انت العربيه بقى، رحت بلاد شكلها عامل ازاي؟ ده جمال بلاد اللي فاتت. فين وفين؟ ما تحكي لي كده، زي ايه يعني؟ رحت اسيوط. اه رحنا اسيوط، بني سويف والمنيا والعياط. وانت جاي كده؟ وانت جاي كده. اه وفي الدلتا هنا؟ الدلتا بقى لحد اسكندريه. لحد اسكندريه. ومن الناحيه الثانيه وقف الشيخ والمنصوره. دي اجندات مواعيده؟ اه دي اللي انت كنت بتدونها؟ اه يعني دي من 83 85 87 دي 2000 دي كله خط انا ده. طب ما توريني بتاع ال 83 الاول اشوف 83 دي فيها ايه. انت منك كانت بسيطه يعني. كانت عمليه بسيطه. خطك حلو. ليلة تبع بني مجدول. بني اه تبع جنب كرداسة. كرداسة دي جنب كرداسة.